العام اللي فات كنت ناخذها غير ب 10 دراهم. انا ما كرهتش لك، واخا الحركه عيانه كيف ما تقولوا. اش غنقول لك، كل شيء على تيسير الله، غير في الاحياء الشعبيه فين كاينين هاد الاجواء هادو. ها مفرقعات صغار ديال الدراري وديال الوليدات صغار اللي لقاوه في تيبيع وتيمشي. هاد العام هذا حنا ما درناش، حيت العام اللي فات ضعرونا شوية. اش نقول لك، مع دابا عباد الله نجحوا وليداتها، وكاين اللي باغي يفرح وليداته في هذه المناسبة ديال العاشور. اش نقول لك، فبطعير جات وقشي وشات عاوتاني ومونيكات الوليدات الصغار وكذا. ما عليناش قليل. اش نقول لك، الدرويش ما في استطاعتوش باش يفرح وليداته، أغلبية ديال الناس ما في استطاعتوش. اش نقول لك، حنا من العام لعام تنديروا هذا الشيء هذا، واخا الحركه عيانه كيف ما تقولوا. اش نقول لك، كل شيء على تيسير الله ان شاء الله. اللي دار الله هي اللي غادا تكون. اثمنه مناسبه ديال الدراوش، ديال الناس الدراوش. ومن انت تقول لبنادم الثمن اللي انت تتبيع به، تيقول لك مثلا هاد الطريجه تتبيع، انا تنبيعها ب 260. تيقول لك بنادم، تيقول لك او على 260. العام اللي فات كنت ناخذها غير ب 10 دراهم. انا ما كرهتش لك، راه انا واخذها تقريبا مقيومه عليا ب 10 دراهم باش واصلاني هنا. 3 دراهم ديال الربح ماشي شي حاجه، فيها الهرس، فيها بزاف الحوايج، فيها ترونسبور، فيها الله اللي عالم. اخويا ما بقاش الجو ديال العيد، ولا الجو ديال العيد الكبير، ولا الاجواء ديال عاشوره، ما بقاش هادشي هذا قليل. اش نقول لك، فحال الاحياء الشعبيه كيف حالنا. بالنسبه لنا حنا عندنا الاجواء هذا، واحد النسبه قليله، واحد 50% ولا 10% اللي كاينه كيف حال عندهم هذه الاجواء هذا. اما 100% ما كايناش، قليله، غير في الاحياء الشعبيه فين كاينين هاد الاجواء هادو. اما بحال اللي قلتي، حي السلام، حي الرياض، الرباط، ما تلقاش فيهم الناس ديال حي السلام والرباط تيدخلوا عندنا هنا باش يعيشوا هاد الجو هذا. باقي عباد الله الدراري الصغار تيديروا الشعائله، تيديروا تيطرطقوا المين واخا هاد جوج الاعوام، العام اللي فات وهاد العام هذا، اللي لقاو تيبيع المين واخا مفرقعات صغار ديال الدراري وديال الوليدات صغار اللي لقاوه في تيبيع وتيمشي. هذا العام هذا حنا ما درناش، حيت العام اللي فات ضعرونا غرامه وبزاف الحوايج، وضرب فيها واحد السيد عمي ضرب فيها مونتيف. وان شاء الله نطلبوا الله يجيب التيسير.